طبعا صغير يعني في السن ده، لا وبيقعدوا مع بعض في الثانويه الرياضيه مقيمين واثنين شاربين نايمين. فالمهم حصل النجو جول وانتهت المباراه 7-1. تفتكر مين الجيل بتاعك او الجيل اللي كنت بتمرنه في ناشئين النادي الاهلي وقتها، الجيل الذي لا يقهر او الذي لا يهزم؟ لا ما هو كذا اجيال، وده الجيل ده مثلا اللي كان فيه كان فيه اجرامي، كان فيه ماهر همام، مدحت رمضان، اسماء الحاجه كلها، كان فيه طبعا الخطيب صفوت عبد الحليم، زيزو، كان نبيل بحطيتي، كان في علي شحاته اللي هو راح المقاولين وبعد كده ولعب منتخب مصر. كل الجيل ده، كل المجموعه دي، جمال جوده، كل الناس دي، حازم خالد، يعني اسماء كتيره. وبعد كده راح جاي جيل خالد جد الله ومجدي عبد الغني ومدحت رمضان. بعد الكابتن فتحي نصير ما اسمه بدا يلمع بقى كمدرب داخل قطاع الناشئين، طبعا هتصعد الدرجه الاولى، تعالى واحنا برضو بنتمشى في النادي نكمل حكايتنا الحين. شعورك بقى يا كابتن فتحي واحنا ماشيين هنا في ملعب مختار التتش، الملعب اللي انت هنا طلعت منه اجيال واجيال، سواء انت كنت مدرب في الناشئين مع كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال او كمان لما طلعت الدرجه الاولى. يعني هنقول 50 سنه احنا هنا في الملعب ده. والملعب ده يعني الواحد كان حافظه وعارفه، ويمكن النجيله بتكلمنا واحنا ماشيين من كتر ما كنا قاعدين هنا. انا في ايام يا كابتن سامي ما كنت ماسك الناشئين وفي نفس الوقت مع الفريق الاول، يعني شغال هنا وشغال هنا. فكنت ببدا الاختبارات للناشئين والكلام ده من 7 الصبح. نشتغل من 7 الصبح لغايه، كان الشغل كله هنا في الملعب هنا. وكان عندنا ملعب تاني، ملعب الفرعي، الفرعي ده كان اسمه الهوكي، يعني كانوا بيلعبوا فيه. وده هم ملعبين بس بنلعب فيهم كله. فكنا نيجي ونقعد اللعيبه هنا في المدرجات. على الاقل يوميا بنعمل اختبارات مش اقل من 1000 واحد في اليوم.